أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.
الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما
ما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.